السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. بعد أن اختطف البرلمان وكبل لأشهر ووئد لمدة، أثمرت كم اللقاءات والحوارات السياسية في إعادة النبض للحياة البرلمانية بجدول أعمال ذي قيمة مهمة في استكمال متعلقات سدة الرئاسة، وسرعان ما ارتقى الحلبوسي منصته بعد أن رفض أعضاء المجلس بالأغلبية عرض الاستقالة مانحا الضوء الأخضر لانتخاب نائبه الأول، فاتحة هذه المقدمات خطوات المرحلة اللي تبدأ جميعها من مجلس النواب، سواء ما يتعلق بالاستحقاقات أو المناقشات لكم غير قليل من مشاريع القوانين غير المنجزة. لكن الحماية القصوى وإغلاق الطرق والتضييق لم تحول دون إطلاق الصواريخ. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة، ما جاء من مخرجات في هذه الجلسة المنعقدة ورغم ما تزامن معها من أحداث بقصف مملكة البرلمان وكذلك المحتجين على تشكيل الحكومة، لكن إصرار المتفقين على تشكيل هذه الحكومة والمضي نحو إخراج البلد من هذه المآزق يوجب بضرورة استمرار هذه الجلسات لإنهاء ملف الحكومة المقبلة، إطلاق برنامجها الجديد، كذلك رئيس مجلس النواب بعدها وجه اللجان النيابية باستئناف عملها. إذن مشاهدين الأحبة، هذه الملفات ضمن حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا مع ضيوفنا الكرام، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد أن توقفت عجلة المجلس النيابي عن الدوران لمدة، أثمرت الانطلاقة الجديدة عن جلسة ذات فقرات مهمة أنهت إشكالات الرئاسة، وحتما ستحرك المياه الراكدة لتصل بالمجلس بكل نشاطاته إلى التفاعل مع مستجدات الواقع. نفتح هذا الملف بعد مشاهدة تقرير مراسلنا علي حبيب اللي حضر الجلسة وأعد لنا التقرير الآتي. وسط إجراءات أمنية احترازية وجملة تحديات تقترب من كونها معرقلة، استأنف مجلس النواب عقد جلساته بعد تكبيل دام لأكثر من شهرين وحال بينه وبين التشريع والرقابة، مجددا في الشطر الأول من جدول أعماله الثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي ب 222 نائبا من إجمالي الحضور البالغ 235، ومنتخبا في شطره الثاني النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي من بين 3 مرشحين، ليقطع بذلك شوطا من إكمال المتعلقات بسدة رئاسة المجلس النيابي. وقاع جلسة مجلس النواب المنعقدة لهذا اليوم والتي تضمن جدول أعمالها، الفقرة الأولى من جدول الأعمال هو التصويت على استقالة السيد رئيس مجلس النواب، وأكيد عرفت حضراتكم أنه تم رفض الاستقالة بأغلبية الحاضرين، أغلبية تكاد تكون مطلقة، والفقرة الثانية هو التصويت على انتخاب النائب الأول. ومع إنهاء مجلس النواب هذا الجدل القائم حول رئاسته والنائب الأول، فإن الطريق بات معبدا نحو حسم الكثير من الملفات العالقة والمرحلة منذ الدورات السابقة. التئام البرلمان يمنحه الضوء الأخضر لاستمرار انعقاده واجتماع اللجان للبحث في الكثير من القوانين التي حجزت لها حيزا في رفوف المجلس منذ مدة، لعل في المقدمة منها ذات الأهمية والأولوية وما يلامس احتياجات الشارع وطلبات الاستضافة والإحاطة. لدينا قوانين كثيرة حقيقة معطلة ينتظر الشعب العراقي، أهم قانون هو قانون الموازي العام القادم، وكذا كذا قوانين أخرى كثيرة للتشريع وكذا قوانين للتعديل ستمضي اللجان في عملها إن شاء الله تعالى، والأمور إن شاء الله مبشر ونطمن الشعب العراقي يعني ستسير بإيجابية جيدة إن شاء الله. هذه العودة لم يكن الطريق إليها سهلا بالمرة، فهي وليدة تحديات سياسية وأمنية جمة، فخلال ساعات انعقادها شهد محيط البرلمان قصفا بالهوانات ليوقع شهداء وجرحى وأضرارا في المبنى المستهدف. علي حبيب، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. في هذا الملف أرحب بضيوفي الأكارم الدكتور محمود خوشنا عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، حياك الله أستاذ محمود ضيفا كريما محمد حضرتك، وكذلك ارحب بالدكتور اسامه السعيدي استاذ العلوم السياسيه ورئيس الجمعيه العراقيه للعلوم السياسيه، حياك الله دكتور اسامه. ابدا مع حضرتك دكتور اسامه، نتحدث عن ما شهدته جلسه البرلمان اليوم، لربما كمتخصصين حضرتك والدكتور محمود لم ياتي خارج المتوقع، بل
لابدوا أن توقعتم ما حصل من تقديم الاستقالة يوم أمس وما حصل اليوم في مجلس النواب، كيف تنظر وتقارن بين الترقب ووقائع الجلسة؟ نعم، شكرا جزيلا تحيه لحضرتك استاذ احمد والضيف الكريم وعلى مشاهدي قناه الايام. فقط تصحيح بسيط، انا لم اعد رئيس الجمعيه اليوم، تم انتخاب يعني رئيس جمعيه جديد. تمنياتي للاخوه في الجمعيه كل التوفيق. حقيقه اليوم كان يعني يوم نستطيع ان نقول هو يوم يعني مركب من حيث الاحداث، سواء كان من حيث الاحداث السياسيه او من حيث الاحداث المتعلقه بالوضع الامني ومستوى تصعيد الشارع، يعني لان الكل كان يعلم انه مع انعقاد الجلسه راح يكون اكو تصعيد على المستوى الشعبي، راح يكون اكو يعني التهديد او فعلا بدات اكو نوع من التظاهرات، وهذا هو اللي حصل. لكن في العموم انا اعتقد اكو نوع او بوادر او مقدمات لتفاهمات ما بين الفرقاء السياسيين الموجودين حاليا في قبه البرلمان بعد انسحاب الكتله الصدريه. هذه البوادر اللي هي نجحت في انه اولا موضوع الاستقالة أنا أعتقد هو كان جزء من مناورة من السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، في أنه يعني يكسب ثقة أولا جانب الإطار والقوى السياسية الأخرى بعد استقالة النواب الكتلة الصدرية، وأيضا يحاول أن يعطي نوع من يعني شلون نقول الاستعراض السياسي بهذا الخصوص أو تجديد الثقة. أما ما يتعلق بانتخاب النائب الأول فأنا أعتقد أيضا كانت هذه خطوة لابد منها، عفوا، لانه الكل كان يقول انه اكو احتماليه، خاصه انه كانت الدعوه لم تحسم، الدعوه الخاصه وان كانت لم ترفع من الاخوه في الكتله الصدريه، الدعوه الخاصه بعدم دستوريه الاستقاله الكتله الصدريه، لكن البعض كان يقول او يراهن بانه احتمال هناك عوده، وبالتالي يمكن ان يعود النائب الاول. ولا ننسى انه النائب الاول هو بالانتخاب، وبالتالي عمليه استقالته وتعيين البديل، عمليه استقالته لا تتم الا بتعيين شخص بديل، وبالتالي هذا الذي حصل. يبقى الـ يعني المعترك الاخر هو المتعلق باختيار رئيس الجمهوريه. انا اعتقد اذا ما حسم هذا المعترك وهو قد يكون الحلقه الاصعب بصراحه، قد تكون حتى اصعب من تشكيل الحكومه، لان هو النقطه المفصليه اللي بموجبها راح نطلع من خانه الـ 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 الرئاسه المؤقته، رئاسه الجمهوريه ورئاسه الانتقاليه للحكومه، راح نطلع الى خانه الرئيس الدائم او الكامل الصلاحيات الى جانب تكليف لرئيس حكومه. هسه التكليف قد يكون للسيد محمد الشياع او لشخص اخر، هذا مو الان يعني مو هذا المشكله، بقدر ما احنا نريد نمشي في هاي الخطوات الدستوريه حتى تمشي عجله الامور، لان بصراحه الناس يعني الان وصلوا الى حاله من الياس والاحباط، يعني من جراء اولا توقف اجراءات الدوله وسياساتها، العلاوات والترفيعات متوقفه، تصور انه حتى يعني الناس الاجراء اللي دي يشتغلون الان تم طردهم من العمل، لان هاي الاجراء هذول لازم يصرفون لهم من الموازنه بالتأكيد. وبالتالي يعني هذول ناس يعني معيشتهم على هاي الاجور، عمليه طردهم وبقائهم بدون معيل او بدون يعني باب رزق، انا اعتقد هذا شيء مؤسف. طيب، من جراء هاي الخلافات السياسيه. طيب دكتور، اذا تسمح لي انه اجدد ترحابي بالاستاذ محمود خوشنعم. استاذ محمود، نتحدث اليوم عن التحديات الامنيه اللي رافقت جلسه البرلمان، خروج التظاهرات التي أرادت أن تمنع انعقاد هذه الجلسة، ولكن الجلسة النيابية عقدت اليوم وشهدت لربما ما لم تشهده الدورات السابقة، حضور 235 نائب، التصويت للحلبوسي ب 222، التصويت للنائب الأول، وهذا الموضوع من حيث الإنجاز كيف تنظر إليه؟ تحية لك أستاذ أحمد والأستاذ أسامة ومشاهدي الأيام. يعني صراحة هناك تحديات كثيرة وكبيرة تواجه العملية السياسية برمتها في العراق، ليس فقط الالتزامات والاستحقاقات الدستورية، هناك تحديات اقتصادية، تحديات سياسية، تحديات المناورة الإقليمية والدولية داخل الأراضي العراقية التي صراحة ما تدخلت تدخل مباشر في العملية السياسية العراقية في العشرة أشهر الماضية. صراحة نحتاج إلى نوع من إعادة الرؤى أو إعادة ترتيب الرؤى والأولويات في العملية السياسية. الاجتماع اليوم لمجلس النواب العراقي كان اجتماع مهم جداً، ما تمخض عن الاجتماع كان مهم جدا، رسالة سياسية جيدة وإيجابية تحتاج أن نكمل هذه الإشارة. نحتاج إلى ترتيب الأجواء أكثر، نحتاج إلى إعادة الترتيب كما أسلفنا الأولويات، وذلك صراحة بالحوار الجاد، وإن رفض التيار الصدري هذا الحوار، لكن نحتاج إلى جولة حوار أخرى بعد جلسة اليوم. أنا جلسة اليوم عادة ما تذكرت الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، رغم تفاوت الوقت والتحالفات الموجودة الآن، التحالف تحالف أو ائتلاف إدارة الدولة،
والمرشح لمجلس الوزراء هو السيد محمد شيع السوداني الذي لديه يعني مؤهلات وطنية ويتمتع بصفات إيجابية كبيرة بما يتعلق بإدارة الحكم والتنفيذ رؤى قوى ائتلاف إدارة الدولة وأيضا قوى أو أيضا رأي سماحة السيد الصدر والكتلة الصدرية سابقا. الآن نحتاج إلى انتخاب رئيس الجمهورية. نعم أؤكد على كلام أستاذ أسامة، لكن صراحة يسوق كثيرا بأن قضية مرشح التسوية، سمعنا يعني ما يشاع بأن هناك مرشح تسوية بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي. أنا أريد أقول الحقيقة عبر هذا المنبر، الاتحاد الوطني كان يؤكد على أن يكون هناك توافق بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وهذا التوافق ربما سينعكس إيجابا على إقليم كردستان قبل العملية السياسية في العراق. لكن أعتقد في نفس الوقت عندما يكون التوافق يجب أن تكون التوازنات السياسية حاضرة في الاتفاقيات السياسية، بمعنى آخر يجب أن يدعم. أنا أسأل عن هذا المعنى أستاذ كوشناو، يعني الكثير ما ينظر إلى أنه الأحزاب الكردية عرقلت من الاستحقاقات الدستورية باعتبار أن الاستحقاق الثاني هو رئاسة الجمهورية، ولا تتم رئاسة الوزراء ما لم يتم حسم ملف الاستحقاق الثاني. بالضبط. فكثيرا ما ينظر إلى الكتل الكردية بأنها عرقلت هذه الاستحقاقات، بالتالي عدم اختيار مرشح، وحضرتك تتحدث عن مرشح أيضا توافقي. في هذه الحالة راح نرجع 2018، شنو اختلافنا؟ ليش صار بين الديمقراطي والاتحاد كل هذا الشد والجذب، ومن ثم نرجع لما كنا عليه؟ أولا الحوارات والأجواء إيجابية بين الاتحاد والديمقراطي، وقطعنا أشواط جيدة في الحوار. لا. اتفقنا على أن نتفق في جميع الملفات، ليس في ملف رئيس الجمهورية فحسب. لكن إذا نعود إلى خلفية قضية رئاسة الجمهورية، لا تتعلق برئاسة الجمهورية فحسب، تتعلق بالتوازنات السياسية بين الاتحاد والديمقراطي. ربما أثر هذا الأمر على عملية الوصول إلى مرشح متوافق عليه. نعتقد جازمين بأن المرشح الذي يجب أن يتم التوافق عليه يجب أن يكون مرشح الاتحاد الوطني الرئيس برهم صالح، لأن القضية تتعلق بإرادة الاتحاد، بحضور الاتحاد، بالتوازنات السياسية الموجودة في إقليم كردستان وقانون الانتخابات الموجود في الإقليم. نعم الأجواء إيجابية، لكن سوق كثيرا قضية مرشح التسوية. الاتحاد لا يتبنى مرشح التسوية. الاتحاد في هذه اللحظة يرى بأن الحوارات يجب أن تكون حوارات استراتيجية، وما تمخض عن الحراك السابق الذي حدث هو نتيجة انقسام القوى العراقية بمعادلة، بصفي المعادلة أو بمحورين، محور التحالف الثلاثي السابق وأيضا تحالف قوى ثلث الضامن. لذلك هذا الانقسام الذي حدث في الاصطفاف أو الاصطفافين الذي حدث في العملية السياسية هو الذي كان نتيجة عدم التوصل، وليست الأحزاب الكردستانية. كانت النتيجة عندما توصل. الآن الكرة، نعم الكرة في ساحة الكرد بحقيقة، لكن إذا لم نصل إلى مرشح واحد بدعم الرئيس برهم صالح، وهذا ما يؤكد عليه الاتحاد، وزيارة الرئيس بافل طالباني إلى السيد مسعود البرزاني في المرحلة السابقة كان بهذا الاتجاه، إذا لم نصل إلى هذه النقطة بالتأكيد ليس لدينا خيار الذهاب إلى بمرشحين إلى مجلس النواب العراقي. وبالمناسبة هذا الخيار خيار دستوري وقانوني وديمقراطي، يعني ليس خيارا معيبا. يعني على سبيل المثال لو كان هناك تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئيس رئاسة الحكومة، لو كان الدستور يسمح بتكليف شخصيتين أو ثلاث شخصيات لكان الأمر طبيعي أن يأتي ائتلاف الشيعي أو إطار التنسيقي بمرشحين أو ثلاثة ويتم البت به في مجلس النواب العراقي. الآن الانتخاب وما ذهبنا عليه في 2018 ليس منافيا للديمقراطية أو أسس الدستورية الموجودة في العملية السياسية، على العكس أنا أعتقد بأنه هو هذا حسم سيكون حسم قانوني دستوري. لكن نحن نراهن ونعول على الخيار الأول، أن يدعم الرئيس برهم صالح كمرشح توافقي من الاتحاد والديمقراطي. طيب يعني الشباب السكايب جهز ويانا لحد ما يجهز السكايب دكتور أسامة، يعني يتفضل سيد خوشناو بأنه الكتل الكردستانية اتفقت على أن لا تتفق، على أن تتفق. فالكتل الأخرى لا زالت متمسكة بالمثل القائل اتفقت العرب على أن لا تتفق، أو اتفق العرب على أن لا يتفقوا، يعني نقصد هنا في ظل التصويت على، يعني هناك من اعتبر أن هذا التصويت الذي حدث اليوم هي بمثابة الولاية الثانية للسيد الحلبوسي. طيب هذا الموضوع هو حل لأزمات أم ترحيل لأزمات، أم أن هنالك إشكالات ستظهر فيما بعد؟ لا هو خلينا نتفق استاذ احمد انه احنا ما عندنا استقرار سياسي حتى يعني بداخل الاحزاب، حتى بالحياه الحزبيه. يعني اكو حاله عامه سمه مو فقط بالاحزاب الكرديه، انه احزابنا هي اساسا مع تقديرنا لكل الشخوص والمسميات هي احزاب يعني صراحه في واقعها ليست ديمقراطيه، مما معناه انه هي ما تجري، قد تكون انتخابات حقيقيه، ما اكو تغيير للوجوه، ماكو صعود مثلا امين عام جديد، دائما اكو ثبات في الشخوص. طبعا هذا الشيء يدفع على انه
بداخل الحزب راح تتكون قيادات، تتكون شخصيات، تتكون وجوه شابة طموحة راح تفكر من مدى تطوها فرصة، فتبدأ بالانشقاق وتبحث عن بديل، أو تبدأ إنه يكون أكو صراعات في داخل الحزب نفسه، وهاي الصراعات هي طبعاً ما تخلي أكو قرار، لأن يعني في كل العالم يفترض الأحزاب إنه دائماً أو حتى إذا نتحدث بلغة المكونات إنه تتفق على رأي، يعني تختلف فيما بيناتها، لكن هذا اختلافهم ما يصدر إلى الخارج، يعني يقصد يصدر إلى العلن أو يصدر إلى وسائل الإعلام، هم يقعدون يجتمعون يختلفون يتناقشون بس بعدين يطلعون بقرار واحد. لذلك تشوف مثلا الحياة الحزبية والحياة السياسية نوعا ما مستقرة في عدد من الدول الأوروبية. طبعا الدول الأوروبية إذا نقرأ تاريخ أوروبي مرت بمخاض ومرت بتحولات وحروب، لكن الآن وصلوا إلى مرحلة من النضج، وصلوا إلى مرحلة أنه خلاص بعد ما يقدرون يصدرون خلافاتهم إلى الجمهور أو مشاكلهم، وأكو حتى عندهم المسميات الحزبية، يعني حزب اليمين المسيحي، حزب الاشتراكي، يعني المسميات حتى الاسم من تقراه تشوفه أنه هو اسم تقريبا صار قديم، يعني يرجع للأربعينيات وقسم من الثلاثينيات، لأن هم ما يعني حتى الاسم ما يتغير، يتغير النهج، يتغير الأدوات، الوجوه، لكن هو الحزب باقي كمسمى وكتوجهات وغايته، وطبعا يخدم الناس. لذلك احنا حتى النضج مو فقط على مستوى مؤسسات الدولة، وإنما عندنا غياب بالنضج على المستوى الحزبي. تعرف هاي أحزاب كانت معارضة، أحزاب كان همها الأول هو إسقاط النظام الدكتاتوري، أحزاب كان همها أنه تزيح هاي المرحلة السيئة اللي حكمت العراق من 1979 إلى قرابة أكثر من إلى 2003. لذلك هم من الآن بدأوا وصلوا إلى السلطة يرادلهم تكنيك عمل مختلف عن ما كانوا عليه بالمعارضة، وأساليب وأدوات وإجراءات. وطبعا هاي أول قضية وأهمها أنه كيف تتعامل مع الجمهور، واللي بصراحة هي أغلب أحزابنا أخفقت في أن تتعامل مع الجمهور، وأخفقت حتى من أكو خلل، بل حتى داخل البرلمان دكتور اليوم. هذه طبعا هذه الأرقام اللي تحققت سواء في عقد الجلسة أو حتى في التصويت. طيب أحمد، أنا إحنا دائما ندرس بالعلوم السياسية، نعم، نقول نجاح النظام السياسي من نجاح الأحزاب السياسية. يعني إحنا ما نقدر أن نطلب نطالب بإصلاح النظام السياسي ولازم نقضي على الفساد ولازم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأنت أحزابك ما عد هذا الموضوع. فأنا دائما أقول يا بتردون تصلحون النظام السياسي أصلحوا الأحزاب السياسية، ما هي يعني لبنة النظام السياسي هي الأحزاب السياسية. أحسن. لذلك اليوم إحنا يعني المشكلة الأولى أنه حتى من تواجه مشكلة في الدولة في النظام السياسي، عندك أزمة اقتصادية، نعم، أزمة مالية، أنت كنت تشارك بها ويا الناس، يعني مو فقط أن تحتفظ بها وتخلي الناس تتهمك اتهامات معينة، أو في بعض الأحيان أنه أنت أكفت حالة تحتاج الناس تسعفك أو تساعدك بها وتشارك ويا الناس في قرارك. احنا للاسف قراراتنا هي قرارات فوقيه، يعني قرارات حزبيه. شوف صح هو نظامنا برلماني، بس احنا المحافظ مثلا ما يختار من قبل الناس، المحافظ يعين من قبل الاحزاب، تختار الاحزاب ويعينه. طيب رئيس الوزراء يعني المفترض ينبع من البرلمان، احنا رئيس الوزراء ما يختاروا الاحزاب، رئيس الجمهوريه يفترض يختار من الناس، الناس تنتخبه. يعني هذا هو رمز الملاحظات، يعني نتمنى انه ايضا الكتل السياسي تاخذ بنظر الاعتبار، خصوصا ونحن مقبلين على تكليف لتشكيل كابينه وزاريه. دكتور اسمح لي ان ارحب بالدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه، حياك الله دكتور عدنان. يتحدث ضيوف الكرام عما جرى في هذه الجلسه، واسال حضرتك يعني الاطار التنسيقي من جهته ثمن خطوه استئناف البرلمان اعماله، وايضا دعا الى ادامه الحوار بين ائتلاف اداره الدوله وباقي الكتل الراغبه بتشكيل الحكومه. برايك دكتور ما مدى استجابه باقي الكتل الى هذه الدعوه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحيه لك ولضيفك العزيزين ومشاهديك الكرام. حياكم الله دكتور. يعني اذا كنا نتكلم بواقعيه اكثر، يعني لا بد ان نتكلم مع مجريات الاحداث. يعني تكلمت قليلا عن بعض التوصيفات والنصائح من اجل ان ننتقل الى المرحله الحقيقيه اللي ما نحن فيه، حتى بعد ذلك يمكن ان نصلح من داخل المؤسسه السياسيه، من داخل المؤسسه التشريعيه، في حاله ان تكون هي قائمه وليس في حاله هي لن تقوم. انا اتوقع اليوم العديد من الاستفسارات والعديد من الحلول التي جرت هي جرت في امر لا يمكن تطبيقه، لانه ليس هناك مجلس مواطن وليس هناك حوارات وليس هناك نوع من الانسجام بين القوى السياسيه للخروج من هذا الانسداد السياسي
مع استخدام التشنج في الأرضية السياسية والأجواء والبيئة التي عاشرناها في فترة التصادم كانت خطيرة جدا، ولا زالت هذه قائمة إلى حد هذه الدقيقة على فضل إيرادات على حساب الدستور والقانون. هذا الذي حصل، لكن أنا أعتقد اليوم الإطار نجح واستطاع أن يكسر الحاجز المهم، هو أنه بقي في الدرجة الأولى متماسكا بعض الشيء وتدارك بعض الهفوات التي حصلت أثناء مسيرته في مسار تعلق بإجراء الحوارات وطبيعة عقد التحالفات، ثم بدأ بعمليات تشكيل الائتلاف الأكبر الذي هو الآن يسمى ائتلاف إدارة الدولة، بحيث استطاع أن يكسب حلفاء الصدر إلى جانبه ويصبح هذا الائتلاف والائتلاف الأكبر في مسائل تتعلق بإدارة العملية السياسية التي ستكون مشاركة مع الجميع. طيب. أنا أتصور اليوم نحن أمام هذا الاستحقاق. هذا الاستحقاق يعني في الدرجة الأولى إحياء مجلس النواب، أي بمعنى عندما كان مجلس النواب معطلاً، أي بمعنى هناك فراغ تشريعي، إذا كان رئيس الوزراء تصريف أعمال إذا هناك فراغ تنفيذي، كذلك رئيس الجمهورية. طيب. يعني دكتور حضرتك تنادي بإكمال كل متعلقات وأشكاليات رئاسة البرلمان. دكتور عدنان لا تسمح لي السؤال مهمة سياسية نحو تفكير أوسع إلى ترشيح وترشيد الوزارات من خلال تكليف المكلف في الكتلة الأكبر السيد السوداني. ولكن ليس فقط هذه العقبة، يعني حضرتك لما تنظر إلى هذه المسالك الدستورية، يعني إكمال كل متعلقات وأشكاليات رئاسة البرلمان يمنح أعضاء الضوء الأخضر للانتقال صوب المرحلة الجديدة المتمثلة باستكمال الاستحقاقات الدستورية من رئاسة الجمهورية ومن ثم تكليف رئيس الحكومة. أنا أعتقد اليوم الخطوة الرئيسية هي مسألة إعادة الثقة بالسيد الحلبوسي. يعني اليوم السيد الحلبوسي عندما قدم استقالته أيضا كان هناك احتمال تحدث أزمة حقيقية، لأن تعرف ردود الفعل في يعني علاقات السيد الحلبوسي خلال فترة يعني التحالف الثلاثي لن تكون موفقا ولن يكون بشكل يعني يرضي الإطار، وكانت هناك عمليات يعني انسداد بين الطرفين، فلذلك كان الإطار يتخوف أن تتحول قضية استقالة الحلبوسي إلى قضية سياسية تستغل من قبل الأطراف الأخرى، بحيث لا نستطيع أن نعقد الجلسة بشكل تشترك فيه كل القوى السياسية التي اتفقت. لكن التصويت للسيد الحلبوسي والتصويت للمرشح الأول السيد محسن المندلاوي الذي كان نقلة جديدة في مسائل النائب الأول كنا المستحلين، هذه أعطى دفعة جديدة ودم جديد وروح جديدة إلى مجلس النواب وانعقد مجلس النواب. اليوم اكتملت صورة مجلس النواب التشريعية، وبالتالي سننتقل إلى المرحلة الأخرى. اليوم العقبة الرئيسية التي نقف أمامها هي مسألة رئيس الجمهورية. هناك تمسك من قبل الاتحاد بالسيد السيد برهم صالح، وايضا بالنسبه للكردستاني اطرح مساله البديل التوافقي، ولكنه لا زال يرفض السيد برهم صالح. على هذا الاساس اليوم القوى السياسيه جميعا تجري حوارات وتضغط على القوى السياسيه الكرديه من اجل ان يكون لديهم مرشح توافقي، والمرشح التوافقي موجود او الذهاب الى مجلس النواب، يعني لا يتركون القضيه بهذا الشكل تكون سقف زمني. لكن انا اعتقد اليوم الجميع بعد هذه الجلسه ادرك بان عليهم ان يسعوا الى تشكيل الجلسه القادمه من اجل انتخاب رئيس الجمهوريه. بالتاكيد تكون هذا هو الحل السريع. واعتقد السوداني فرض نفسه كامر واقع. اليوم عندما يتم التداول داخل مجلس النواب وخارج مجلس النواب حتى بين القوى الدبلوماسيه وغيرها تتكلم عن منهاج وبرنامج السيد السوداني، ولا تتكلم عن كونه مرشح او يقبل او لا يقبل. طيب دكتور عدنان، يعني الجلسه اللي تدعو لها حضرتك نعم كاستحقاق دستوري، دكتور خوشناو يتفضل دكتور عدنان بان الاستحقاق الدستوري في الجلسه المقبله يتامل ان تكون هنالك عمليه لاختيار رئيس الجمهوريه وتكليف رئيس الوزراء في ذات الجلسه، وايضا دكتور اسامه السعيدي نوه كثيرا عن ما بعد هذه الاجراءات، يجب ان تكون هنالك التفات مهمه للمواطن العراقي وتقديم الخدمات. طيب هنا نتحدث يعني كل هذه المسارات وتشريع القوانين فضلا عن القوانين المرحله منذ الدورات السابقه، هل راح نشهد
جلسات البرلمان ابتداء من هذه الجلسة، ومن ثم انطلاقة حقيقية فعلية، عملية تكاتف بين الرئاسات الثلاث، وبالتالي هنالك حكومة بالفعل هي حريصة على مصلحة المواطن؟ أحسنت. أولاً نحن أشرنا في البداية بأن نحتاج إلى العودة إلى التوازنات السياسية. اختلت التوازنات السياسية في الدولة العراقية وبالتحديد في الانتخابات السابقة وما قبلها بما تسمى يعني مرحلة تشرين. اختل التوازن السياسي في البلد، كانت هناك نوع من التقاطع في المصالح وتضارب في الأجندات. يعني العراقيين بين المزدوجين يقولون انتهت علينا، يجب أن نعيد العملية السياسية ويوصل العملية السياسية لواقعها الطبيعي، ويجب أن نواجه التحديات بجراءة. يعني صراحة نعتقد بأن بعض الشخصيات لها دور بعد استكمال استحقاقها الدستورية أن تكون لها دور أكثر إيجابية في عملية الديمومة والذهاب بهذا الاتجاه. استبشرنا خيرا بالسيد السوداني، أنا أعتقد على المستوى الشخصي على الأقل أعتقد بأن ما تمتع به من صفات ربما يستطيع أن يواكب التحديات وما تكلمت عنه حضرتك وما موجود في البرنامج الحكومي واتفقوا عليه الأخوة في ائتلاف إدارة الدولة بأن نذهب إلى حكومة خدمية. نعم الحكومات في جميع العالم تكون حكومات ذات طابع سياسي، لكن الآن العراق يحتاج في هذه المرحلة حكومة خدمية جدية. وما تكلم عنه السيد أعتقد يوم أمس تكلم عن السيد محمد شيع السوداني بأنه يحتاج إلى 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 هذا تنفيذ هذا البرنامج، وسيكون وسيتصدى لجميع من يحاول أن يعبث بعمل الحكومة، وهذا أمر مفرح وإيجابي. نحتاج إلى رئيس جمهورية أن لديه نفس الرؤى. يعني رئيس جمهورية يعتبر نقطة توازن، يمتلك نفس الرؤى، يمتلك نفس التطلعات، قريب من هذه التطلعات. نحن نعتقد بأن برهم صالح هو جزء من هذه التطلعات، لذلك تكتمل الصورة. ولكن في نفس الوقت نحتاج إلى غطاء نيابي وسياسي على مجلس النواب العراقي، بما أن النظام في العراق وفق الدستور وفق النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي نظام برلماني ونيابي، نحتاج إلى غطاء نيابي لهذه الحكومة. هذا الغطاء يجب أن يكون غطاء إيجابي، لا يكون حجر عثرة ومطبات أمام عمل الحكومة. تقنين ملفات على سبيل المثال قانون الموازنة، هناك وفرة مالية، هناك نية وإرادة، هناك برنامج حكومي، يجب أن يكون لدينا قانون موازنة. يعني هذا القانون يجب أن يواكب تحديات المرحلة ويواجه تحديات المرحلة، وما هي الخطط الخمسية والعشرية بما يتعلق على الأقل بقضية خدمة المواطن. الآن أنا أقولها بصراحة وبمن الفهم، قضية فرضت على القوى السياسية أن تذهب بهذا الاتجاه. لو كانت مخيرة القوى السياسية أنا أعتقد سنكون لديها خيارات، لكن الخيار الآن الأول والأخير القوى السياسية الكردية، وان اختلفت فيما بينها ببعض الملفات، القوى السياسية الشيعية المتمثلة بقوى الإطار وإن كان لديها اختلاف في وجهات النظر، القوى السياسية السنية وإن كان بينهما اختلافات في وجهات النظر، حركة بابليون، بعض الحركات الناشئة ونواب مستقلون أيضا، رأينا اليوم والدعوة لا زالت مفتوحة، اليوم رأينا أيضا والتيار الصدري أيضا يجب أن يكون. أنا أعتقد بأن مشاركة التيار الصدري سيوفر الغطاء السياسي قبل النيابي باعتبارهم ليسوا ممثلين نيابيا، لكن سيوفر الغطاء السياسي والاجتماعي لعمل الرئاسات الثلاث والسلطة في العراق. يعني رأينا اليوم بأن انتخاب النائب الأول لمجلس النواب العراقي من الأخوة المستقلين نقلة نوعية في عملية كيفية التعامل مع مخرجات انتخابات تشرين، مخرجات الانتخابات المبكرة. يعني أريد أن أقول انتخاب محسن المندلاوي نائبا أول لمجلس النواب العراقي هو تنفيذ لتطلعات الشعب في الانتخابات المبكرة، أحد المؤشرات الإيجابية بأنه رجل مستقل يصبح النائب الأول. لذلك بهذه الطريقة وبهذه السياسة وبهذه المنهجية نستطيع صراحة أن نعيد التوازنات السياسية. نعم. ونذهب إلى مرحلة مفرحة لجميع العراقيين بحكومة خدمية. نعم، أرجو التفضل البقاء معي ضيوف الكرام كي نتابع بعد فاصل مشاهدي الأحبة. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة. بعد ما استغرقت الأزمة الخانقة في الساحة السياسية أشهر عدة حتى كادت تصل إلى عام كامل، بحسب المتابعين أن جلسة البرلمان اليوم قطعت هاي الخلافات بعد الاتفاقات اللي صارت حول تشكيل الحكومة المقبلة وعزم والإطار التنسيقي بالمضي لإتمام المستحقات الانتخابية. أما رغبة الإطار ومرشحه السوداني بعدم إقصاء أي جهة بعدم مشاركتها بتشكيل الحكومة دفعة للتوجه إلى الحنانة بلقاء السيد الصدر وبحث ملفات الحكومة الجديدة. إذن مشاهدي راح نناقش هذا الملف بعد أن نشاهد التقرير الآتي. تتسارع الأحداث وتتعاقب لتصل إلى أعتاب عقد جلسة البرلمان. هذه الجلسة التي واجهت العراقيل المراهنة على تعطيله وعدم انعقاد جلساته، لكن الحرص على إتمام تشكيل الحكومة هو ما دفع بالفرقاء المتفقين على رأي واحد
لاستئناف جلسات البرلمان، فما إن قرع جرس الإذان ببدء جدول أعمالها حتى وصلت إلى مقتربات تشكيل الحكومة الجديدة. وها هي سفينة الاتفاقات النهائية اليوم عقدت العزم بإنقاذ البلد من موج الانسداد والمخاطر بانتظار حسم الاتفاق الكردي النهائي. وما زالت الأنظار تتجه صوب حسم المستحقات الانتخابية المتبقية، إذ صرح رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي بضرورة الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، وإلا فالإجراء المتخذ هو الذهاب إلى الترشيح المباشر. بالمقابل أعلن تمسك الإطار الشيعي بمرشحه الأوحد المعلن عنه سابقاً محمد الشيع السوداني، الذي منح ثقة الإطار ومن ينضوي معه بالاتفاق على ترشيحه لهذا المنصب. وبالوقت الذي صرح المرشح لرئاسة الوزراء بتحمله مسؤولية الكابينة الوزارية وعدم التغاضي عن الفساد والفشل، وكذلك رفضه لتجاهل التيار الصدري وما يطرحه بما يتوافق مع البرنامج الحكومي الجديد. وعلى غرار ذلك تم الاتفاق عن توجه تحالف إرادة الدولة إلى الحنانة للقاء السيد الصدر اليوم للحوار حول تشكيل الحكومة المقبلة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيوفي الأكارم الدكتور خوشنا والسيد السراج والدكتور السعيدي. دكتور أسامة، أبدأ مع حضرتك باعتبار أن الأزمة هي ليست أزمة داخلية صرفة، فإن الأمم المتحدة دخلت على الخط بعد أحداث قصف الخضراء، خلينا نبديها من شوية الأحداث الأمنية، ودعت فيه الأطراف إلى الدخول في حوار بناء والابتعاد عن الترهيب والتهديد. هذا الموضوع تعتبره تصعيد، تعتبره أنه يعني في أي خانة نخليه؟ هو طبعا مثل ما تفضل الأستاذ خوشنا، أن الأمور يعني تقريبا بدأت دخلت في حالة التيه السياسي، وهذا التيه السياسي طبعا معناته فقدان البوصلة، فقدان الأولويات، فقدان القدرة على أولا أمن المواطن وممتلكاته بالمرتبة الأولى، بعد ذلك تأتي باقي التفاصيل. يعني إحنا ما معقولة أنه الخلاف السياسي يوصل إلى مرحلة أنه المواطن ما عاد هو آمن في بيته، أو أنه ما يقدر يخرج يروح يتبضع أو يشتري حاجاته الأساسية. هذا معناته أنه إحنا دخلنا في مرحلة الصراع المسلح أو الحرب المسلحة، وهذا يعني هذا منافي اصلا للغايه الاساس للنظام الديمقراطي وللعمليه السياسيه والعمليه الديمقراطيه، وبالتالي هذا كله يعني ينتفي وجوده، لان يعني المواطن مهدد. احنا الديمقراطيه هي اساسها رفاهيه المواطن، طيب اذا هذه الديمقراطيه تتحول الى انها تهدد امن المواطن، اذا هذا النظام فقد شرعيته من حيث الاداء ومن حيث الوظيفه. دخول الامم المتحده، هو طبعا الامم المتحده موجوده يعني من سنه 2003 بموجب القرار 1500 شكل مكتب الأمم المتحدة في بغداد، وقدم كل الدعم والإسناد سواء كان بالمحكمة الخاصة التي شكلت لمحاكمة النظام السابق، أو ما يتعلق بالمفوضية والمفوضية المستقلة للانتخابات أقصد، وحتى مفوضية حقوق الإنسان، ومحاولة تقديم الاستشارات الفنية وغيرها من الأمور التي تمتلكها الأمم المتحدة، فضلا عن جانب الوساطات والمشاورات. يعني نذكر أشرف قاضي، نذكر غير من الأخضر الإبراهيمي بداية العملية السياسية، اللي كانوا هم ممثلين أو يعني ما تقوم به الوظيفة الحالية للسيدة بلاسخر. لكن في العموم احنا ما نقدر نحمل المبعوث الأممي أو مكتب الأمم المتحدة أكثر مما يحتمل، يعني أكو صلاحيات مقيدة. وإحنا أصلا كعراقيين إذا تسألني أقول لك احنا ما نريد الأمم المتحدة، لانه اذا احنا راح نفعل الامم المتحده ونعتقد الامم المتحده هي بيدها الحل وننتظر من بلاس خارطة الوصفه السحريه، معناته انه احنا بلد تحت الوصايه ينتظر ما تقول الامم المتحده وعلى باقي الكتل السياسيه ان تطيع. طيب لذلك هم الاصل الكتل السياسيه يفترض ان يكونوا بمستوى الحدث والمسؤوليه، وبالتالي حتى تمشي الامور. طيب. يعني احنا اكو فت قضيه تحتاج نذكر فيها كل الطبقه السياسيه. ربما الموضوع لا يتعلق فقط بالكتل السياسيه، بل حتى في رئيس الحكومه، وان كانت حكومه تصريف اعمال دكتور عدنان، يعني موقف القائد العام لما يركز الدكتور السعيدي على اهميه الدوله ومؤسساتها واحزابها، نتحدث عن موقف القائد العام وبيانه بعد حادثه قصف محيط البرلمان، تتناسب ويا الفعل والمكان المستهدف باعتبار ان الحادثه من الممكن ان تبعث برسائل قلق قد تتلائم والرغبة الجامحة لدى أعضاء المجلس في انعقاده ومزاولة
الجلسات المقبلة. نعم، يعني خلينا نتكلم بشكل أوضح. اليوم كان سابقاً أكو مجالات في مسائل تتعلق بالخصومة السياسية أن تنتقل إلى احتجاجات وما تتحول إلى صراعات، لأنه المؤسسة التشريعية كانت معطلة وكان الواقع السياسي منقسم بين الثلاثي وبين الإطار وبين حلفاء الإطار. لكن اليوم عندما نشهد تشكيل ائتلاف إدارة الدولة نجد أن أغلب القوى السياسية التي كانت متحالفة مع الصدر للديمقراطية والسيادة أصبحت مع القوى السياسية الأخرى مع عدم توقيع أحد أطراف الإطار للسيد حيدر العبادي. يعني بمعنى أنه أغلبية القوى السياسية الرئيسية المتمركزة أصبحت تريد إحياء مجلس النواب وفعلا اقدمت على هذه الخطوة. فإذا رئيس الوزراء يصبح أمام مسؤولية، مسؤولية حقيقية أنه مجلس النواب انعقد ومن مسؤولية قائد عام القوات المسلحة أن يحمي هذه المؤسسات التشريعية. وعليك أيضا في نفس الوقت أن يحاسب من يقوم بأعمال تعرض أمن المواطن وتعرض أمن الدولة للخطر. الآن لا نتكلم عن صراع سياسي، فرض الإرادات باستخدام السلاح غير مقبول، لا يمكن قبوله بأي صورة من الصور مهما كانت القوة ومهما كانت الجهة التي تدعي أنها منتمية لها. لأنه اليوم لدينا مجلس نواب أغلب القوى السياسية اتفقت حضور 237 نائب، يعني رقم قياسي في مسألة تتعلق بعقد جلسة مجلس النواب. وبنفس الوقت كان هناك إجماع على التجديد الحدوثي والدعوة إلى النائب الأول ثم الدعوة إلى تشكيل أو الترشيح رئيس الجمهورية وهكذا الأمور بدأت واضحة. أنا أعتقد اليوم الإجراءات يجب أن تكون أكثر يعني قانونية من قبل السيد رئيس الوزراء بحكم كونه قائد عام القوات المسلحة. عليه أن لا يقف متفرجا ويقف خلف السدود وخلف الصفات من أجل الدفاع عن مؤسسات الدولة. طيب. عليه أن يطبق القانون ويأتي بمن يخالف القانون ويخرج عن القانون. اليوم المسألة خرجت عن نطاق أن يكون الشارع هو الذي يعطل عمل مجلس النواب أو يحيى أو يعني يمحو مثل ما يسمى في شخص القلم ما اتفقت عليه القوى السياسية الأخرى. الباب لا زالت مفتوحة للحوارات السياسية، الباب لا زالت مفتوحة لأن ينضم الجميع إلى هذا الائتلاف أو هذا التجمع أو هذا الدعم من أجل أن تشكل حكومة قادرة فعلاً على تحقيق الاستقرار للبلد وتوفر حالة النمو وتطوره. فلذلك أنا أعتقد اليوم التقصير موجود، لا زالت هذه القوى الخارجة عن القانون تتحرك بشكل واسع وتستخدم السيارات معينة وتحاول تهدد الجهات التشريعية بعناوين تحصيله. هذا العمل يجب أن يكون منتهي ولا يمكن قبوله، لأنه اليوم إجماع سياسي كامل، هناك قبول دولي كامل، هناك قبول إقليمي في مسائل تتعلق بإحياء مجلس النواب وإحياء مؤسسات الدولة. دكتور محمود، نتحدث اليوم عن إذا أردنا نوجز الأحداث راح نشوف أنه تصويته هلاهل وفقرتين وثلاث قذائف إذا ما استتبعنا القذائف اللي حدثت قبل قليل. هذه المقدمات كلها راح تقودنا إلى جلسات متوالية ونحقق بها رئاسة جمهورية ورئاسة وزراء وكابينة وزارية على أقل تقدير، يعني تطلع العراق من هذه المرحلة؟ أولاً اسمح لي أن أقول لك بأن هناك عدة توجهات الآن حاضرة في المجتمع العراقي وعلى مستواه السياسي أيضا. التوجه الأول المحور أو نستطيع أن نقول ائتلاف إدارة الدولة. التوجه الآخر اللي هو التيار الصدري. التوجه الآخر اللي هو التوجه التشريني بما يسمى بحراك تشرين. التوجه الآخر الذين يخرجون ولا نعلم من هم، تظاهروا اليوم، التيار الصدري لم يتبنى ذلك، الأخوة بما يسمى بحراك التشرين لم يتبنوا، يعتبروا واحد تشرين سيبدأون. إذن من هم المبهمين؟ التوجه الآخر من قام بإطلاق صواريخ إلى المنطقة الخضراء وبالتحديد مجلس النواب العراقي، يعني أطراف مجلس النواب العراقي. هناك محركات خارجية أيضا. جميع هذه التوجه، لا ننسى بأنك توجه آخر اللي هو أكبر من كل هذه التوجهات اللي هو ما دون هؤلاء أو الذين لا يمثلون هؤلاء اللي هو الشعب العراقي. الشعب العراقي المتبقي، دعنا من الحراك السياسي، دعنا من الاستحقاقات السياسية، دعنا من المشاركة والشراكة، دعنا من كل ما يقال في الفترة الماضية منذ انتخابات تشرين إلى اليوم. هناك شيء اسمه الشعب العراقي، الشعب العراقي والدولة العراقية تتطلع إلى حكومة
تتطلع إلى نظام سياسي، تتطلع إلى أن تكون هذه الحكومة تواجه تحديات التي يعاني منها المواطن، حكومة خدمية، فرص عمل، قانون موازنة، تعيينات، مصالح للشرب، تبليط الشوارع، بناء المدارس، إخراج العراق من مأزقه الاقتصادي، دخل الفرد للمواطن العراقي الغير متعين على القطاع العام، أقصد القطاع الخاص، الاستثمارات. هذا لا، الطرف الآخر الذي واجهه ما تكلمت عن الطرف الأول لا يعنيه الحكومة من وأي الأحزاب السياسية تقود هذه الحكومة وإلى ما هي تطلعات هذه الأحزاب السياسية وتفاهماتها ومستوى حواراتها. يهمه أن نخرج بحكومة. لذلك أنا باعتقادي الآن وصلنا إلى هذه النقطة، وصلنا إلى نقطة الحرج، لم يبقى لدينا سوى أن نذهب إلى مواجهة المتبقي الذين هم لا يمثلهم أحد سياسيا، يعتبرون نفسهم يعني جزء من النظام الاجتماعي العراقي. لذلك وصلنا إلى نقطة الحرج على كل القوى السياسية بدءا بالاتحاد الوطني ومرورا بكل الأحزاب السياسية المتوافقة والغير متوافقة، أن تذهب إلى تنفيذ مطالب النسبة الأكبر من الشعب. النظام السياسي، قال الأستاذ سعيد، النظام السياسي هو مخرج للنظام الاجتماعي، بدون النظام الاجتماعي لا يهمنا النظام السياسي. لذلك الآن تكلمت حضرتك عن هذه التحديات التي ذكرتها، هذه الأمور التي حدثت، الآن هل تستطيع أن نصل إلى ما نصب إليه؟ أنا باعتقادي الآن عندما وصلنا إلى النقطة الحرجة التي أنا أعتبرها النقطة الحية، لأن كنا في السابق في النقاط الميتة نتعامل، الآن وصلنا إلى النقطة الحية، هذه النقطة هي نقطة انطلاق، سينطلق المشوار. أستطيع أن أقول بأننا وفق المعطيات الموجودة إذا استطعنا أن نكمل الصورة وانضم الأخوة في التيار الصدري كغطاء سياسي لهذا المشروع، وقالها السيد محمد الشياع السوداني بأن اتفقنا على أن تكون الانتخابات المبكرة أو الانتخابات القادمة لا تزيد عن 18 شهرا أو سنة ونصف. لذلك يجب أن نعطي الفرصة، أولا نرضي النظام الاجتماعي والطبقة الاجتماعية أو المجتمع العراقي بما يتطلع إليه من خدمة وإنقاذه من هذا المأزق اللي يعانيه، تكلمنا عن الأرض أن نعود إليها، وأيضا نرضي الطبقة السياسية الحاكمة أو النظام السياسي أن نذهب إلى تشكيل حكومة وأن يكون لكل مستحقاقه. وقالها السوداني، أنا أفرحني كثيرا يعني عندما تابعته في التلفاز أفرحني كثيرا بأنه يقول بأنني لا أسمح، وبما يتمتع به من مؤهلات شخصية فعلا لا يستطيع أن لا يسمح، يستطيع أن لا يسمح. هذه لا يسمح هي للفساد والمحاصصة المقيتة، وبما يتعلق بقضية يعني هذا الأخطبوط التي انتشر في جميع مفاصل الدولة. القوى السياسية أدركت، القوى السياسية طبعا مسؤولية تضامنية في السابق، كل القوى السياسية كانت ممثلة في هذه الحكومة، من النواب الذين خرجوا عن الانتخابات المبكرة أو حتى الذين لم يحصلوا على مقاعد في الانتخابات المبكرة وفي الدورة السابقة كانوا ممثلين في الحكومات، مسؤولية تضامنية، يتحملون حجم إخفاقات السابقة. رغم أن هناك، إذا تسمح لي بأقل من دقيقة، رغم أن أنا باعتقادي إخفاقات الحكومة في المرحلة السابقة ليست فقط الفساد، لا ننسى بأن الحكومات واجهت أعتى منظمة إرهابية وحرت مدن وعطينا دماء وواجهت تحديات القاعدة قبل داعش. لا، هذا ليس مبررا لفشل الحكومة، لكن هناك أيضا تحديات واجهت الدولة، الإطراف الخارجية لفشل النظام السياسي في العراق. لذلك إذا نعود إلى إذا نريد أن نعود إلى يعني عودة البوصلة إلى أمر وضعها الطبيعي، يجب أن يكون التوازن السياسي حاضرا في الحوارات. دكتور أسامة، يعني سيد خوشناولة ما يتحدث عن النقطة الحرجة والنقطة الحية، انتقالنا من هذه النقطة إلى هذه النقطة، شنو المتطلبات خصوصا في قضية تشكيل الحكومة إذا ما سلمنا بتمرير رئاسة الجمهورية في الجلسات المقبلة؟ التحديات اللي راح تواجه المكلف على مستوى الكتل بدلالة العدد اليوم اللي صوتت لازم يرضيها، التيار الصدري ولقاءه في حنانة شلون راح تكون معالمه في سبيل حتى يطلع بحكومة تستطيع أن تمشيها ل 18 شهر اللي حددها. أو لقاء الحنانة هو راح يكون لقاء مفصلي، لأن بموجب هذا اللقاء راح نحصل على خلينا نسميه التأييد، حتى وإن كان غير المعلن من قبل السيد مقتدى الصدر لما سيحصل من إجراءات. لا ننسى أنه التيار الصدري هو الآن ليس جزء من المشهد السياسي، وقد البعض يقول أنه هاي مو المرة الأولى أنه التيار الصدري هو جزء من المشهد السياسي، قد تكون هنا كانت هناك انسحابات سابقة في أعوام سابقة 2007 وغيرها صحيح، لكن اليوم وصلنا إلى مرحلة قد يكون الوضع صار أعقد بصراحة.
يعني قد يكون حتى أعقد من بدايات العملية السياسية. لذلك عملية أخذ التأييد أو على الأقل إعطاء تطمينات للسيد مقتدى الصدر على أنه ما سيحصل من تطورات أو إجراءات أو حتى البعض يصل إلى حد أنه يقول أنه خلي السيد مقتدى الصدر يشارك بالحكومة أو يقترح وزارات وإن لم يكن هو جزء من، يعني أقصد يقترح أسماء وزراء، وإن حتى وإن لم يكن التيار الصدري هو في قبة البرلمان، هو وإنما حتى من باب إثبات حسن النية ومن باب أنه إحنا متفقين أنه نظامنا السياسي هو نظام توافقي. دستورنا 2005 هو دستور توافقي، لا يسمح بأن تكون هناك معارضة، لا يسمح دستورنا بأن يكون هناك طرف مهما كان حجمه السياسي هو خارج المعادلة السياسية. وهذا الموضوع كان يساري على التيار الصدري عندما كان ينادي بالأغلبية السياسية، وهذا الموضوع راح يسري على الإطار التنسيقي إذا كان يفكر أيضا بشيء شبيه بالأغلبية السياسية. إذا أردت أغلبية سياسية عليكم أن تعدلوا الدستور، عليكم أن ترفعوا الفقرات الخاصة بالثلثين، عليكم أن تسمحوا بأن تسير تعيينات الدولة والتكليفات للدرجات الخاصة وفق أسس مهنية، لا وفق أسس توازن، مرة توازن وطني ومرة توازن طائفي ومرة توازن قومي ومرة توازن حزبي، يعني هاي أنهكت الدولة. وبالتالي هاي الاعتبارات إذا تسألني شنو اللي يقوي الدولة وشنو راح ينجح السيد محمد الشياع، أقول لك لينجح السيد محمد الشياع هم الأحزاب نفسهم، الأحزاب نفسهم من خلال أعطاء الحرية لرئيس الوزراء أن يأخذ صلاحياته، أن يتصرف بما يريد، أن يقوم بطرد المفسدين، أن يقوم بمحاسبة الأطراف المسيئة. أما أنا رئيس وزراء يحطوني كل ما أرد أحاسب لي واحد يجيني تليفون ويطلع لي حزب يقول لي لا هذا من جماعتي وهذا متحاسبه وهذا مستثنى من المساءلة، إذن أنا ما أقدر أشتغل، أي رئيس وزراء ما يقدر ينجح. وأيضا المنهاج دكتور ركز عليه، ودعني أنتقل إلى دكتور السراج في دقيقة لا تسمح دكتور عدنان، يعني في هذا المنهاج لربما عنصر جديد بأنه عرض على أعضاء المجلس وتناقشوا فيه على خلاف الحكومات السابقة عند التصويت يعرض المنهاج الوزاري، في هذه المرة عرض. نعم الصوت ولو بدا سمع بس اللي افتهمته بالشكل التالي، انا اعتقد اليوم لاول مره لاول رئيس مرشح قبل ان يكلف يهيئ المنهاج او البرنامج الحكومي، والبرنامج الحكومي يعني خلى فيه الاولويات وخلى فيه العديد من النقاط التي تجعل من قضيه عمل رئيس الوزراء اكثر مرونه واكثر مقبوليه للراي العام، اضافه للقوى السياسيه، اضافه لذلك هو السيد السوداني في لقاء في احد التلفزيونات والمحطات العراقيه اشار الى ان هذا البرنامج قد عرضه على القوى السياسيه جميعا وعلى العديد من الفعاليات وانه لاقى الرضا والقبول. اليوم نحن امام معادله جديده، هذه المعادله الجديده تسمح لرئيس الوزراء ان يختار الوزراء بعد ان يتم ترشيحهم من قبل القوى السياسيه من الثلاثه الى خمسه كما يقول السيد السوداني، وهو يختار من يريد ان يختاره حتى لو الخمسه والثلاثه لن يوافق عليهم، ولكن بالنتيجه لاول مره السيد السوداني يقول انا اتحمل مسؤوليه الاتفاق الوزاره في حاله هذا. قبل كان لا يتكلمون بهذا العنوان، كان يتكلمون بعنوان انه هناك قوى اخرى هي للسبب، لكن الان نحن امام هذه الظاهره. لكن خلينا نعرج الى قضيه مهمه هي قضيه وجود التيار الصدري من عدم وجوده. اليوم عندما يعني انتهت فتره ثلاثي واصبح الحلفاء ضمن حلف جديد مع الاطار، اعتقد اليوم السيد الصدر لا يمكن ان يتراجع عن مشروع الاغلبيه الوطنيه. نعم. وهذا مشروع الاغلبيه الوطنيه لا يتحقق الا بامرين، امر حل مجلس النواب هذا لن يتم لانه القوى السياسيه قد عقدت جلسه النواب ولن توافق على حله بالاجماع. الامر الثاني هي مساله الانتخابات المبكره، فاذا كان السيد الصدر والتيار الصدري يرغب بانه الانتخابات المبكره التي اعلن عنها السيد السوداني بانه اتفق مع القوى السياسيه انه خلال سنه ونصف دكتور عدنان ستستطيع هناك اداره الانتخابات المبكره، اعتقد هذه ستخفف من الاحتقان بعض الشيء. ولكن انا اعتقد انه على القوى السياسيه ان تذهب سريعا الى ترشيح رئيس الجمهوريه لانتخابه. اسف لمقاطعتك دكتور عدنان، للمضي قدما بتشكيل حكومه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور عدنان السراج رئيس مركز العراق للتنميه الاعلاميه، حدثتنا عبر سكايب من بغداد، واشكر كثير لحضرتك السيد محمود عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، والدكتور اسامه السعيدي
أستاذ العلوم السياسي في جامعة النهرين، شكرا جزيلا لكم ضيوف الكرام، وشكري موصول لحضراتكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.